غرابة القريب، غرابة الستين قرية، الستين قرية شرق الجزيرة، ستين قرية، ستين قرية شرق الجزيرة كلها نزوح، كلها نزوح، كل الغرة دي نزحت، كل الغرة دي مستبشرين بالجيش، مستبشرين بالجيش، مستبشرين بالجيش، والجيش لسه، والجيش لسه، لكن لما نيجي الجيش ويخش بيلقى نازل كلهم خلاص منتهين، نازل بقاهم ماتوا كلهم، والله بيلقى الغرة كلها فاضية، أي قرية تمشي لها فاضية، عندك كم قرية بقت فاضية ما في أي حاجة تمشي، ما أي حاجة، أسي الناس دي كلهم في شرق الجزيرة المشوي مشوا خط البترول خلاص بعيد، بتلقى طلع في حلفة، بتلقى طلع في شندي، بتلقى طلع في عطبرة، بتلقى طلع في كسلة، بتلقى طلع في القضارف، كل الحدود دي كلها وين ما تمشي دعامة، الله يغضب عليهم، وين ما تمشي دعامة الله يغضب عليهم، الله يغضب عليهم، الله يغضب عليهم. بس شغالين شنو؟ إبادة جماعية لكل شاب في شرق الجزيرة، لكل شاب أسي الآن، الآن العصرية دي أكذب عليك، ما عندك، ما عندك، الناس دي كلها بتموت، الجيش بيقول لك جاي بالحدود، الجيش جاي بالأطراف، إذا كان الجيش ده جا، الجيش ده لما نخش خاش ليش؟ ما خاش للقتال وخاش عشان تحرر، لازم تضحي، لازم تضحي عشان تحرر، لازم تضحي عشان تحرر. والجيش انت لما تجي خاشي ما بتجي خاشي ساي، الغرة دي كلها معك، القبائل دي كلها معك، القبائل والغرة كلها معك، الناس دي كلها مين ما يخش لهم غرية فوق البنيان الفوق زيد زيد. أسي العصرية دي، العصرية دي كان في غرية في شرق الجزيرة، الناس دي البشر شغالين فيها تدوين ضرب من طرف عشوائي كله، والغرية كلها نزحت، هي بسيطين بس كانوا بيضربوا فيهم مفتكريننا ملانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا، ما بجيب، ما بذكر لك غرية أنا نهائي، ما بذكر لك غرية. بعد الطيران ده لما بيقول الطيران يضرب الغرة شرق الجزيرة دي، أغلبية الغرة شرق الجزيرة دي جوا دي أبدال من هناك، من كوبري حنتوب، من كوبري حنتوب لغاية كده عندك ودراوة، ليه ودراوة وليه تنبول وغرب تنبول، ومن شرق الجزيرة كلها المنطقة دي كلها بقت فاضية، ما في أي سكان، ما في أي سكان، مسيرات تضرب، أي حاجة تضرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيران وتمشيط وكله لسه الحال في حاله، الحال في حاله، أسي في ناس والله أقسم بالله لا، ناس كمية كبيرة، كمية كبيرة ما عارفين أهلهم وين، ما عارفين أهلهم نزحوا وين، ما عارفين أهلهم ذاته وين. التحية والله لكل مغترب، مغتربين دير والله ما قصروا، والله ما قصروا، دعموا الأسر والله بالترحيل بأي شيء، لكن أول حاجة عندك الشمالية، عندك الشمالية، أول حاجة عندك عطبرة، عندك شندي، لو هبشتك خطيت كراعك كده لك بتجار عليه الغصن فوق، فوق إيجار سعر فوق، سعر فوق لما غلط، عندنا ناس السعر ومشوا هناك شندي ومشوا عطبرة، يقول إيجارات دي غالية فوق، إيجارات غالية شديد يا أخ، والنازع ده يجيب القروش من وين؟ هو جاي نازح عنده قروش؟ إذا كان أنت عندك مغترب برا دعمي معاك، ما عندك مغترب برا، في ناس ما عندهم والله مغتربين برا، والله قاعدين في غرية، ناس كبار وناس هناك، الله يعينهم، الله يعينهم. شرق الجزيرة في رجال والله، في رجال شايل رجال، وفي ناس بتكاتبوا، وفي ناس بتعاملوا لسه، سبحان الله، ناس خلت أموال، خلت أي حاجة، دار تطلع بروحها، المال رايح، المال رايح، والله المال رايح، لكن عليك الله، أنا أخوي، أخوي، أخوي لحمي ودمي، بيتعوض؟ الروح قريبي بيتعوض؟ ما بيتعوض، ما بيتعوض المال اللي يشيله، هم كان بيشيلوا المال، اللي يشيلوا المال كله، يشيلوا مال لأنه جعانين، 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 عفن، عايزك الناس شفته زي عمك، أبديجن، عمك أبديجن ده، أبي ما عطله في دقنه ده، كده، شفته؟ دي ديمقراطية، سألتك بالله، سألتك بالله دي ديمقراطية، عمك كبير قدر أبوك، قدر أبوك، قدر أبوك أكبر من أبوك، وبعدين شاروخان ده بيعرفته براكون، شاروخان ده أسوأ أساسا أكان مجرم، أكان أول حاجة احتال إنه رتبة في الجيش، احتال برتبة ضابط في الجيش، وسابقا
كان في سجن الهدى. السبب اللي كان هو في سجن الهدى قاتل الناس دي شافت الفيديو بتاع ابونا الكبير ده. الناس كلها تأثرت، كل الناس دي والله تأثرت له، وفي ناس دفعت ملايين مليارات عشان الزول يجيبوا حي ميت، قالوا دارين فيه مليارات. شوف الناس ديل ناس الخير كلهم قالوا بس دارين الزول ده عشان يعاقبوه عشان ابونا ده. شوف الناس دي كيف. والزول ده والله ما غدوب، كان ساكن كاب الجداد، بيسكن كاب الجداد، كان لصق مع كيكل كده بيشو سوى كده، وشايف الدعامه ديل ملاقيت ديل طلعوا فيديو بيقول الزول ده ما مننا، الزول ده ما تابع لنا، الزول ده احنا عمايل زي دي ما بنعملها، نحن عمايل زي دي ما بنعملها. هو تابع ليكم، ولما كان معاكم اديته رتبه برضه، وكان من بدايته لما خش معاكم كان بيوصف لكم في بيوت الناس الاثرياء، الناس الاغنياء، بيوصف لكم في البيوت وشفشف وشفشف وداري لين مال. ده مغضوب والدين، والله مغضوب والدين، وخصوصا بجلال الزول ده بشر ده مغضوب والدين. اسئله على الفيديو طالعينه انه الزول ده عنده اسرته في عبره وداري يمشي ليه عشان يطلعون يوديهم كسر، يوديهم يوديهم مصر. لكن الحمد لله البوابات كلها مرغبه له، خط الخطه كلها العين عليه. اسرته دي ذاته كان مسكتوها الزول ده بيجيبه، كان مسكت اسرته بيجيكم. لا حول ولا قوه، اهله نازحين، بعاين اهله ما لاقي محلهم وين، بيسال من اهلي وين اهلي وين، اقسم بجلال الله بيسال من اهلي وين. صبروا بس، 60 قريه ما في، قريب 60 قريه ما في، كذا سوى الكلاب بس فيه. قريب 60 قريه ما في، ولو دخل الجيش لا الناس ديل كل ما يستلموا قريه بيمشوا للبعاده بيمشوا للبعاده. الجيش لو انتبه انه الناس ديل بعد شويه بيضيق لهم الخناق، بيضيق لهم الخناق، بيضيق لكم الخناق، بيضيق لكم الخناق، تحرروا حاجه. ما في تحرير، ما في تحرير، لو ما هاجمتوا ضحيتوا. هم زيدوا اسيوز هم بضحوا، انتوا برضو ضحوا. جيش مؤسسه عسكريه يا اخي، مؤسسه عسكريه. تتقدم على ميليشيات مرتزقة ملاقيط عربشتات اولاد زايد اولاد زايد عاملين اولاد زايد. الناس ديل اول حاجه المعلومه بتقول انه في مدينه تنبول دي الدعم السريع ده حسب العربات اللي عنده حسب الحال اللي عنده منبه اي مرتزق منبه داخل تنبول والغرف حواليها ما يطلعوا كل العربات، تطلع عربتين تمشي للغرة وثلاث عربات تمشي للغرة اللي نزحوا منها دي، يتمولوا منها ويشيلوا منها. لكن لجنو لعدم الوقود عندهم، لعدم الوقود عندهم وواقفين. الوقود ده بيجيبوه من وين؟ ما قدر ما يتقدموا بيكون دارين وقود، قدر ما يتقدموا بيكون دارين وقود، دارين دعم بين المناطق اللي بيحرروها دي. اما الجيش لو بيضايقهم كده بيضايقهم كده خلاص وخش عليهم كده وبيضحي وبيضحوا الحكايه كانت تاني. كان كشفت كان كل مواقعهم انسحبوا منا. كل ما نزل الجيش جاي، الجيش انسحب، الجيش انسحب من المنطقه دي، الجيش انسحب من المنطقه دي. انت استلمت منطقه بتنسحب مالك؟ المواطن كده بكون تعبان، بيعرف تعويضاتكم انه الليله الجيش انسحب، بيعرف انه مسكتوا منطقه ثانيه ومسكتوا حررتوا محل ثاني بيكون فينا. الغرة دي كلها والشعب ده كله واقف معاه. تخش منطقة أي مواطن بيساعدك، يعني المواطن دار الملاقيط ديل؟ مواطن ما دار الملاقيط ديل يا أخي. لكن لما نلقى الجيش مداخل، الجيش مداخل بيكون في الأمر الواقع، بيكون في الأمر الواقع. قول باع بيقول باع، قول أي حاجة بيقول، قول برهان كعب بيقول برهان. المدعوم بيوفر لهم صح، المدعومين أكثر من الدعامة زعلوا. والله ناس الجزيرة صدق إنه الناس دي ناس الجزيرة طيبين، ناس الجزيرة كانوا ما طيبين عليك الله. كل الجزيرة دي وشرق الجزيرة بيكون ما مسلحين. تعال شوف هذه الشمالية بتاع الطعمية تلقى شايل سلاح، بتاع بترين تلقى ما شايل سلاح. شفتوا الأسلحة كلها كانت وين؟ وين شرق الجزيرة سلحوها؟ منو سلح شرق الجزيرة؟ منو سلح؟ صح صح والغلط غلط والله. ما في سلاح، شرق الجزيرة تعبان ما في سلاح. والله يا شرق الجزيرة دي كلها الأسلحة اشتراها بماله، كان في أسلحة اشترى بماله كده بماله، مختربين كلهم الحمد لله. جماعتك عمر شعرون متعاون تعبان شديد والله العظيم من الحاصل، والله كل الناس دي تعبانه ما اكذب عليك يمين، كل الناس دي تعبانه علي الغصب. ما في زول قلبه حنين ما بحن على اهله ولا بحن على بلده ولا بحن على وطنه، سبحان الله ما في والله.
ما في والله اقسم بالله لا ما في. بيقول لك بعد الدعامه ديل دعم الفصيحه ده بيقول لك جزء كبير جزء كبير جزء كبير استسلم من نون. استسلم لشنو؟ استسلم لشنو؟ لانه عمايلهم دي الله والرسول ما بيرضيها، الله والرسول ما بيرضيها. في ناس استسلموا حسب الحنيه حسب اي حاجه، شافوا مواقف يعملوا دعم سريع ده انسحبوا منهم، انسحبوا منهم والله. لكن الناس دي شوف، شفنا بعض الفيديوهات جايبين لك ناس تشادي كلها في الحدود، جاي لك عربات كلها تشاديه، وشفت في الجزيره دي وفي شرق الجزيره دي في الفيديوهات الناس دي بيفضحوا نفسهم براهم، بيفضحوا نفسهم براهم، شايفينهم برا بيتكلموا لهجه تشاديه، بيتكلموا لهجه تشاديه من اللهجه بتاعتهم. شوف لاحظت عليهم كله شنب 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 زي ما فيهم شنب ده ملوس كده او لا شفاح صغار، جايبينهم جايبينهم كميه جايبينهم كميه ماجرينهم ايجار ايجار كل ما ماجرينهم ايجار كله قروش يموت على سماش. ها هنا عرفتها؟ استغفر الله العظيم. سيب بقول لك الليله في ابو حمامه، بيقول لك الليله في ابو حمامه الرزيقات والجنوبيين ماتوا موت ثقيل، في بعضهم ماتوا موت ثقيل. عارف انا، عارف انا سنار وسنجه كلها امنه، عارف الخرطوم فيهم درمانات امن، لكن انغزوا الجزيره وانغزوا شرق الجزيره، جيش حلفه جاي، جيش الفاو جاي، جيش كده جاي، جيش كده جاي، جيش برسودان جاي، ما في حاجه جايه، ما في حاجه جايه. الناس هم قولوا هم الدعم السريع جاي، أو قبل يومين كنتوا حصلتوا طنبول وضربتوا طنبول ورجعتوا تاني، في رجعه؟ ما في رجعه تاني. لازم يكون في ضحيه عشان تحرر، تضحي عشان تحرر. اسي اولاد الشرق ده، اولاد الشرق شرق الجزيره واولاد الجزيره، شدوا حيلكم شدوا حيلكم، بلدكم بتنزف، بلدكم بتنزف كلكم، شرق شرق الجزيره كده تعالوا خاشين بقوه، عشان هيكون اللي بيبقى عليها هلكم ديل يبقى عليكم انتوا. ما في جيش، ما في جيش، اللي بيبقى عليها هلكم ديل يبقى عليكم انتوا. تمشوا قدام في الصفوف العماميه تضحي عشان ليه هلك ديل جزء، لاجيالك لاولادك لاخوانك لاسرتك ضحي. شهاده انت ما طالع الشهاده تستشهد، 70 من اسرتك توديهم معاك هناك، 70 من اسرتك يكونوا معاك هناك، شهاده